السعوديه، وعبر ترند اونلاين من خلال زوم عندنا لقاء مهم جدا مع الناقد الرياضي الاستاذ عاطف الاحمدي، الناقد الرياضي السعودي، وهو بالتاكيد من اهم الاعلاميين الموجودين في المملكه لانه عنده تفاصيل كثيره. والنهارده هنستغل وجوده عشان نتكلم على امور عديده جدا تخص لقاء السوبر والحدث المهم اللي هيكون بعد 3 شهور، استضافه المملكه لكاس العالم للانديه. استاذ عاطف، مساء الفل، ازاي حضرتك؟ محمد ازيك، تحية طيبة لك ولجميع متابعي البرنامج. تحياتي ليك وتحياتي لكل الأشقاء في المملكة، يا رب تكونوا بخير وسعداء بالتطور الكبير جدا في موضوع صناعة الرياضة وتطوير الدوري السعودي كأحد أهم الدوريات، نقدر نقول مش العربية ولكن على مستوى العالم الآن. بالتأكيد محمد، اليوم تتكلم على استراتيجيات وأهداف جدا رائعة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 من خلال التطورات الكثيرة اللي تشهدها المملكة العربية السعودية، ليس على مستوى الرياضة لكن على جميع المستويات، وممكن أهم الروافد اللي موجودة نتكلم على كرة القدم تحديدا. أكيد. طيب، عايز أتكلم معاك عن لقاء السوبر، كيف تستعد يعني وزارة الرياضة الاتحاد السعودي لفعالية مهمة جدا كاستضافة السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل، خاصة أن المباراة بتجمع بين فريقين عربيين، فريق الاهلي وما ادراك بالتاكيد وانت تعلم شعبيه الاهلي الكبيره، وايضا كمان فريق اتحاد العاصمه الجزائري. وهذا الجميل بالتحديد اليوم نتكلم على فريقين عربيين كبيرين جايين عندنا في المملكه العربيه السعوديه، هو امتداد يا محمد لكثير من الاستضافات اللي قامت فيها وزاره الرياضه خلال الفتره القريبه الماضيه. تتكلم على السوبر الايطالي، تتكلم على السوبر الاسباني، وهي احدى المبادرات اللي تسعى لها وزاره الرياضه من خلال 1500 او اكثر من 1500 مبادره تتكلم على مستوى جوده الحياه عندنا في المملكه العربيه السعوديه. بالتاكيد اليوم احنا سعداء وسعداء جدا باستضافه مثل هذه الفعاليه، لما تتكلم على سوبر افريقي، تتكلم على النادي الاهلي، وما ادراك عن النادي الاهلي شعبيه كبيره ليس على مستوى مصر فقط لكن على مستوى الوطن العربي كاملا. اليوم بنشوف يمكن حاله حاصل عندنا، اتكلم كاجواء يمكن من بدايه الاسبوع الحالي والحديث لا يعلو عن حديث مباراه السوبر الافريقي، تتكلم على الاهلي، حضور الاهلي. انا في اي مكان بتواجد فيه الجميع بيتحدث عن حضور الاهلي لمدينه الطائف لهذا الحدث الكبير، يمكن شفنا اقبال كبير على موضوع التذاكر. والجميل ايضا ان الاجواء في الطائف اجواء جدا ماتعه خلال الايام الحاليه، كثير من الاسر، كثير من الناس بيروحوا خلال الويكند للطائف لتغيير الجو، فما بالك لما يروحوا وفي مباراه بهذه القيمه. اليوم تتكلم على الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري، بالتاكيد احنا على انتظار لمشاهده هذه المباراه والاستمتاع بالنجوم اللي حيحضروا في هذه المباراه. طيب، يعني هل ممكن يكون في حفل في تفاصيل وزارة الرياضة اللجنة المنظمة بتحضرها بالنسبة للجماهير اللي هتحضر المباراة؟ أكيد الفعاليات مش هتكون متعلقة بالتسعين دقيقة فقط، فلو عندك تفاصيل أو معلومات ممكن يعني نعرف بها جمهورنا قبل موعد المباراة 48 ساعة. وبالتأكيد أحلى حفل هو مشاهدة نجوم النادي الأهلي، لا حفل يعلو على هذا الحفل يعني، لكن بالتأكيد أن هنالك مفاجآت بالتعاون مع الاتحاد الافريقي، لان تعرف الاتحاد الافريقي يمكن هو المنظم لهذه المباراه، يمكن الاتحاد السعودي عنده الخدمات اللوجستيه فيما يخص عمليه التنظيم، لكن التنظيم اغلبه هو تابع للاتحاد الافريقي. بالتاكيد ما حيعدي حدث مثل هذا الحدث الا لازم يكون في فعاليات، وفعاليات جدا. حضور الجمهور الاهلي يا محمد، شوف يمكن انا تابعت كثير مباريات النادي، حضور الجمهور الاهلي في المدرجات وبهذه الكثافه هو فعاليه بحد ذاته، فما بالك لما يكون هذا الحضور بهذه الكثافه ويشاهدوا نجوم بهذه الجوده. بامانه محمد، انا على المستوى الشخصي انا مستمتع ان المباراه موجوده، وخصوصا انها حتكون قريبه مني، يعني ما حتكون بعيده عني هذه او موقع المباراه اتكلم. فلا احنا في حاله من الفرح، في حاله من السعاده لاستضافه مثل هذه المباريات الكبيره، وان شاء الله باذن الله القادم احلى في هذا الموضوع. طيب، اكيد هيكون بروفة قويه جدا قبل ما ننتقل لكأس العالم للأندية والمواجهة الأولى لأهلي بينتظر فيها الفائز ما بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي نيوزيلندا، وبالتأكيد نتمنى التوفيق للعميد نادي اتحاد جدة في الفوز، وهتبقى مواجهة عربية مرتقبة يوم 15 ديسمبر في جدة. يعني الإعلام السعودي كيف ينتظر أو كيف ينظر لهذه المباراة، والجماهير جماهير اتحاد جدة كيف تتابع هذه البطولة، أو كيف يعني تشاهد فكرة أن المواجهة الأولى قد تكون
يعني مع فريق عربي فريق مصري زي النادي الأهلي؟ هو شوف محمد، بعيدا عن فكره البطوله او اليه البطوله اللي الحمد لله انها اخر نسخه بهذه الطريقه. يعني هي طريقه بامانه بتظلم انديه على حساب انديه. نعم نقدر ونحترم ونجل الفرق الكبيره اللي بتجي بتشارك في هذه البطوله، لكن لا، اليوم احنا مختلفين. اليوم لما نتكلم على الكره العربيه هي مختلفه، والدليل الوصول لنهاية البطوله هذه في اكثر من مره، يمكن اخرا الهلال وصوله لنهاية البطوله السابقه وحصول على الوصيف. وبالتالي لابد انه يكون في نوع من عداله المنافسه في نظام هذه البطوله، والحمد لله انها اخر نسخه بهذه الاليه. يمكن النسخه الجايه حتكون مختلفه. أكيد. يمكن اهم المباريات، خلينا نتكلم. شوف محمد، نتفق ان المباريات قويه في 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 كاس العالم للانديه، نتفق، ونتفق ان الفرق اللي حتيجي فرق كبيره. تكلم على مان سيتي وتكلم على بطل امريكا اللاتينيه اللي الان ما حدد، لكن انا اعتقد انه اهم مباراه والملحمه الكرويه الكبيره صحيح. اللي حتكون هي مباراه 15 ديسمبر. يعني هي المباراه، يمكن هي المباراه الهيد في هذه البطوله. يعني يمكن الجميع يقول لك لا، الدور الربع نصف النهائي الوصول للنهائي، لا، انا اشوف ان هذه المباراه الهيد، يعني مباراه كبيره. ليه؟ بسبب التنافسيه اللي موجوده على مستوى الكره السعوديه والكره المصريه، التقارب اللي موجود، دائما في تنافس في كل المحافل العالميه. لما يكون فريق مصري وفريق سعودي، لا، تكون المعايير مختلفه. اتكلم عن المنتخب السعودي والمنتخب المصري، تكون المعايير مختلفه، التنافسيه مختلفه. التنافسيه طبعا يجمعها او اطارها العام هو الحب والاحترام والتقدير، التنافسيه داخل الملعب، لكن احنا نتكلم على يعني تنافسيه مختلفه. انا أكيد. اشوف ان دائما المباريات بتكون، فاتمنى التوفيق. انا على مستوى شخصي اتمنى التوفيق للفريقين، الاحق والاجدر هو من يستحق. فبالتالي لكن الاهم ان الفائز من هذه المباراه لازم يوصل النهائي. لازم، صح، فريق عربي لازم أكيد. لازم يوصل. لا، لانه بصراحه مخرجات هذه المباراه، الخوف ان تكون مخرجات هذه المباراه تؤثر على احد الفريقين في نصف النهائي. لكن انا اتوقع على المستوى الشخصي انه ما دام احنا بعيدين في مسيرتنا عن بطل اوروبا، لا، ممكن الفائز مباراه الاتحاد الاهلي حيوصل النهائي. اكيد الفرصه هتبقى كبيره فعلا، اكيد طبعا. طيب اكيد ملعب اتحاد جده في جده حاليا في اصلاحات، وفي امور الفيفا كان طلب عشان يبدا يكون الملعب جاهز. قريت في المواقع اشتراطات عديده وطلبات كثيره، هل ممكن المشهد العام لاستاد المدينه او لاستاد الملعب في جده اللي ممكن يبقى فيه تغييرات كبيره، ولا الامور كلها التعديلات اللي طلبها الفيفا امور بسيطه مش محتاجه تعديلات كثيره يعني؟ لا، جدا بسيطه. اليوم تتكلم على ملعب الملك عبد الله الجوهره، يعني من افضل الملاعب اللي موجوده على مستوى الوطن العربي، ليس على مستوى المملكه العربيه السعوديه. ممكن الملعب مغلق من فتره للصيانه لهذا الحدث، يمكن خلال الجوله المقبله او اللي بعدها يكون جاهز لاستقبال مباريات دوري روشن. الطلبات اللي طلبتها اللجنه اللي يمكن زارت المنشاه خلال الايام الماضيه، طلبات بسيطه. يعني هي تحتاج الى مساحه خارجيه لعمل شاشات بما يخص الجماهير اللي ما حتقدر تحصل على تذاكر وتدخل للمباراه، فيحتاجوا مساحات كبيره وعمل شاشات، يحتاجوا تغيير بعض مواقع، يعني امور بسيطه لا تتعلق بالبنيه التحتيه بقدر ما هي اشياء تحتاجها اللجنه. وبالتاكيد ان الاتحاد السعودي حريص على توفير مثل هذه الامور. يمكن على المستوى الشخصي اتوقع انه حيكون في حضور كثيف جدا لمباريات هذه البطوله، ليس على مستوى الناس الموجودين في المملكه العربيه السعوديه، لا، انا اعتقد انه حتى من خارج المملكه حيكون في حرص على حضور مثل هذه البطوله الكبيره، ولا سيما انا اتوقع انه يمكن جمهور الاهلي جمهور الاتحاد هو اللي حيكون ترند بامانه في صحيح. في هذه البطوله، وهيبقى في صراع على مساله حجز التذاكر كمان. غير حجز التذاكر، اتكلم معك بكل امانه. اتفضل. جمهور الاهلي له طابع خاص في المدرجات. يعني عنده ستايل معين كذا مميز في المدرجات. نفس الوضع موجود عند جمهور الاتحاد، يعني عندهم ابتكارات في عمليه التشجيع، يعني ما عندهم تشجيع تقليدي، عندهم ابتكار. وهذا اللي احنا ننتظره في عمليه الابتكار لمشاهدته خلال المباريات. وهذا امر أكيد. متوقع يعني. استاذ عاطف، والله انا بشكرك بجد على يعني الحفاوه والحديث والاشاده بجماهير الاهلي وعظمه الاهلي وجماهيره، ده شيء بيسعدنا بالتاكيد، لان دايما الاهلي الاعلام الخارجي او الاعلام الخليجي او الاعلام العربي الكل بالتاكيد بيتكلم عنه بكل يعني ترحاب كبير جدا. ولكن اخر حاجه معاك،
توقعاتك لماتش الاهلي واتحاد العاصمه، يعني المباراه ممكن تحسم في ال 90 دقيقه ولا ممكن نلجا لركلات الجزاء الترجيحيه؟ شوف، يمكن الصعب على الفريقين انها المباراه قبل بدايه موسم، يعني لسه الفريقين يمكن ما دخلوا صحيح المنافسه بشكل كبير، قد يؤثر هذا على الجانب البدني. ما اعتقد المباراه، ما اعتقد انها حتوصل لاشواط اضافيه او ركلات ترجيح، اعتقد انها حتحسم من الاشواط الاصليه من خلال رؤيتي للموسم الماضي. خلينا نتكلم عن الموسم الماضي، انا ما شفت تركيبه الفريقين في هذا الموسم، لكن نتكلم على رؤيه موسم ماضي والشخصيات اللي موجوده. يعني لما نتكلم عن الاهلي، شخصيه بطل غاب بدايه موسم نهايه موسم، هو شخصيه بطل حاضره معاه في كل مكان. اتحاد العاصمه يمكن اول تجربه في هذا الموضوع، فانا اتوقع اهلاويه ان شاء الله باذن الله. استاذ عاطف الاحمدي الناقد الرياضي السعودي وابرز الاعلاميين اللي موجودين في المملكه العربيه السعوديه، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه والتفاصيل الهامه جدا على لقاء السوبر الافريقي وكذلك كاس العالم للانديه. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع عندنا اخر اخبار الترند.